والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، دسم يروس الحم من هاتي بشتي طلاقة كتب إجا خشماني شبب شبب ملكو جني فقر الله شلك ملك شلك فقر ماني وهي رجعت أرد إلى نكاحي من طلاق غير بائن في العدة كما يؤخذ مما سئل. أرد إلى النكاح لأنك تبرد جان نكاح ردك بعد نكاح هذا دردك من طلاق غير بائن طلاق بائن بين بائن يا رجل يعني. وأجي في العدة هيك الدارة بعدة نخد يعني في قوة في أوابت كان بلا كاري يعني هذا يبدا سوري تمام بلا كاري نشتغل بهم يعني كعبد ستة هي طلاق من تمام لبوي شرط المرتجعي إكو رجعتي بك يعني دقارة رجعتي قبول بك شرط لي أهلية النكاح بنفسه يعني بخوب خو قاربا خبر لبكينا يعني أهل بشو نكاح قبول بك يعني نكاح أخرى قبول بك نفسه يعني أهل بشو نكاح بنفسه يعني يكون بالغا بالغ بنصب با عاقلا بعقل بندين با فلا يشعر رجعته مرتدين يكون دين در كترة ده قرارين صحيح. ثم شنكي بردت إيش قلت بهاتي برداني ده قراندن أجاه مسلمان بذلك برداني. ولا صبيين أصبي جنابه شنكي سبي نكاح شخرا قل يكي نكاح بك يكي شخرا قبول ولا مجنون وإيه دين جي نكاح رجعته بك يعني مثلا ملك بردا قاشي الدين بو دو اسنا دهنا من طلاق رجعية بيكي كاية بكرة اجخ اي صبية اي مجنوني ولي دكرة مالي ولو طلق من جنك بردا فجنة دين بو فللولي رجعت ولي كاية بكرة ولي دكرة كاية من؟ على الصحيح حيث له جوالي رأي ابتداء النكاحي قال النكاح جعولده نكاحه وشوه قاربه قبول بكرا إيجا قاره بشتي برده بشي قاره رجعته وش قبول شوه قاربه مثلا يكيل نكاح بك لصبية المجنونة كارا كي بكا كارا رجعتش بأن يحتاج المجنون إليه ببال نكاحه وكما تقدم وكيف ضرب أصبو وقتك احتياج بك كارا نكاحه بكا وقتك بردان تشيبو إلتا هبم طلاق شي مابن كارا بكا والخلاف المبني على الخلاف في جواز التوكيل في الرجعة يعني كنت بي ولو طلق فجنة فللولي الرجعة على الصحيح كما صحيح أكثر شيء رجعتنا أذهبنا رجعتي تنبونا رجعتي مبنية لسرتية سر اختلاف در رجعتي دا وكالة دبنا يعني طالما طلاق هذا يكيب مرد يكيتك وكيل خب بيجا كيتك برد دبا أما درجعت دا جمبري كرا تيك وكيل خو ياخد تيك وكيل خو بيجي لهم يعني اختلاف دا يا زلمه ما كان كيفين وكالات دبان كيفين نوبه رجعت دا انا سر قولك ودبان دبا سر قولك دبا رجعت تمام الصحيح جواز كالتوكيل في ابتداء النكاح باشتان كان نكاح دا وكالات دبا يسا رجعت لأن كل واحد من النكاح والرجعة يستباح به محرمون كل واحد
نكاح يجي وزعبت يجي تشك وحرام باب تذبح له. ما يعني الطلاق يجنك حرام بو بين نكاح يجنك حرام بو نكاح شيء له حلال. ما رجعت يجي حلال هبه. وتحصل الرجعته رجعته رجعت حاصل دباء بذي كلمة براجعتو كي ورجعتو كي يعني فعل وفعل راجعتو كي من ارتذى قريام رجعتو كي ارتذى قريام ارتجعتو كي مذكرة تقبل كي والأصح كمان كلمة لك رجعت شده وهذه الصلاسة ريحة أما هرس يجيب كلمة صريحينة رجعت الصريحينة أكينا إياه منين؟ نيت ميتي قلقتنا يعني مالي ويستحب الإضافة معها بمان هرس كلمة إضافة بالجنك إذا جيت سعد سنته كان يقول راجعتك إلي أو إلى نكاحي بذي ويستحب ويضبط إليه ببال خضا يا ببال نكاحه تذكر النكاح أخو يعني تدريسات بني نكاح عمد أيب إليه كم لديه مراجعته إليك مراجعته إليك مراجعته إليك مصابي جنوب صح يا راجعته إليك لا راجعتك إليه تمام ويا راجعتك يا رجعتك إلى نكاحي تمام والأصع أن الرد والإمساك لفظ رددت ولفظ أمسكتك أواجي كأكتش مثالوي كخولي بطنا ملك رددتك أمسكتك من تبدع جانك من ردت ذكرتك كيف وياخم أو من تبدع من تسكنا أمسكتك تسكنون متى قرت أمان هذه الكلمات ردت أمسكت صريحاني أيضا وكي رجعت رجعت كما لورودهما جبوا ورودا رد أمسكا في القرآن القرآن هذا أو هذه الكلمة وارد بنا جبوا أوجي بحقه يعني ذكر بيك إذا وارد بنا دمك بان كلمات دبه كلمة صريحين مبانا جرب شيء دبه ماني قال الله سبحانه وتعالى خلق ما رب ما وكيد قرآن الكريم كلام خدا وبعولتهن زلام وان جنك شما وبعولتهن ادخنا وبعولة بضماء بيهم وبعولتهن زلام وان جنك وحطنا برداني وعدي ونخديا أحقوا بردهن أحقتنا غدا وانجنكا في ذلك أي في العدة في العدينا مبقانا وان من بعيد قدام معبا بذكاري ده أحقتري بذكاري من أحقتري بذكاري من إن أرادوا إصلاحا من أي مشعة أجاك وظن بعولتها بعولتها إلى ذا ذكر بكت أحقتري بذكرنا يعني أحقتري جبل دان ذكر أحقتري بذكرنا شمتي وذكر نكاح دوامة ميروش نانتي دوام بكت ذكر تنبا بعدان شيلو شيبية جلو كما قال الشافعي رضي الله تعالى عنه أبو الشافعي خديجة رضي الله عنه وقال الله تعالى خلق عالم قلتها الطلاق مرتان طلاقك مرتان إلى رجعت بك أبانا مركلة رجعتك أبا دركب مركلة رجعتك بدونه يعني بيكي بجي مركلة ذكرة بدو بمركلة ذكرة أبانا كنا فإمساكم بمعروف
يعني انجيب باشي يشتيا باش ده سكنانتن نيلة هبا بل ما ديكي بما هبا دوام بكت أي تصريح بإحساني يا بوجهك خوش في شاو بابا باش قرا اوغد بعد تخليه شكرا ميتي كيفين ميتي نعم والثاني ما قلتي في الأصاح صريحاني والأصاح أن الرد والإنتاج صريحاني جاء قولي يا أنهم ردوا وإمساك كنايتان نصر كناية يحتاج معهما بل يحتاج معهما بل احتاج بل رددتو وأمسكتو إلى النية والنية يعني نية هذا نية فقر هذا وقت في كلمة بجنية هذا تنمو مكينها فقر ثم لأن الأول أب كلمة ردي لم يتكرر في القرآن القرآن الكريم لا تكرر نتي وثاني أدل تكرر بيه أمسكات تكرر بيه إمساك يحتمل الإمساك في البيت أو باليد نورا يعني بمعنى أمسكتك يعني تسيقو تتسكيني نم يعني تدقرم يعني ويأخد دمالي دا بخادم تتسكيني دانا كذير نشي عدي خلجي كدنكي نفس الرسيق على قدر الزوجية طبعا بهدورا هي من ويأخد أمسكتك بيدي يعني بتسيقو تتمسك ماندن الفاق وأن التزويج والنكاح لفظ التزويج ولفظ النكاح كقولك هي ميرك بيجا زوجتك أو نكحتك أبنا كنايتاني أبنا كناية رجعتين طام رجعت صريحني والثاني وأن التزويج والنكاح كنايتاني كناية والثاني هما صريحان قولي دديا أبانا صريح رجعتين ثم لأنهما صالحان لابتداء الحل فلأن يصلحا للتدارك أولى أب لفظ التزويج ولفظ النكاح بصالح جبو جيشتاندنا جيشتاندنا جنيمة بديت بيجلي إذا كويت سريع أول دار في بشتك ما بفانا دقيجني فلأن يصلحا للتدارك أولا يعني جيبو باشنانجيجا حلال بونين يقول باشنانجيجا حلال بونين من بصالحة صالحة منا وان جيبو بيشتاندنا جنيه دي لها شين شين يعني كو رجعته مالي يعني دبان كلمة برجعته ده كاري خلالمش بمعنى دي مالي ودفعه أبيا صرائب مدفوعة كما ودتي هذا بأن ما كان صريحا في بابي لا يكون صريحا في غيره كالطلاق تشكي كد ما سلكي دا صريح به زوجتو نكحتو دشنا صريحة نكاحي دا صريحة تشكي كد صراحة نكاحي أبيا بابي رجعتي دا ما بصري تبكي نايا مثلا وكي لفظ الطلاق لفظ الطلاق يتشلا مشهورة ببرداني لنا ببرداني تبيني تيكي أفندم بردانا بيركي أفندم يعني كنت بيني قلامش تكي ببردانا أوي يعني درخصنا جندل بي الطلاق يتعلم مشهور وليقول برامر قبي رددتها إلي أو إلى نكاحي رددتها إلي أو إلى نكاحي يا نكاحين إلى نكاحي يجي يقرا هذا نفسه عند يجينا لما رددتها جنكاكم بردايا انو يردا اذا قراوا يكتب بالخضا يضل نكاح تمام داريا
القضايا بناء على ان الرد صريح شرعيا ولم يقترن بنيته. صريح ولم يقترن. شرعنا بنيتنا كنيت فرعنا لا اسمي صريح. فقيل لا تشترط الإضافة المذكورة إضافة رددتها إلي يا إلى نكاح نشر. كما في اللفظ الرجعة تريم الدبو كبيجة إلى نكاح وإلى يا بيجة إلي يا مقول سنة نشر. إذ مرن كردت تجي أو صريحة نسبة داينا ببال بإلي ببال يا نكاحي نشر. إجا تفردقوا وليقول أبو نويد برابيشة أمره أمجي وجوبة إجا قو أواب بيشة فرقوا بشك وفرق بينهما دنا بين رجعتو ودنا بين رددتو دا لأن لفظ رجعت مشهور في معناها رجعت دا بخلاف لفظ الرد المطلق رد بيضا ثم ليامي المعنى القابل مقابل للقبول. يعني أردتكم يعني قبول لك ومعنى الدبل يا أوي رد إلى بويني يعني يردكم ببالدي بابي بلا رمال بابي بسبب الفراقي يمكن جبتك. فقال أبو رفيع رحمه الله ورضي عنه ويشبه أن يجيء خلاف اشتراط الإضافة في لفظ الإمساك ببنزل ردوية بأبو اختلاف والشرط بديد إضافة ببال إلي يا إلى نكاحي للفظ إمساك ذلك أذ شو أذ خلافة بناء على أنه إمساك صريح صريحة والذي أورده في التهذيب أنه يستحب أن يقول أمسكتك على زوجيتي مستحبة وما حكاية الخلاف في الاشتراط في لفظ الرد فلفظ الرد كانت خلاف كريا أما اي امساك اذا حكاية خلاف النكية قلت السنة وكيد راجعت ذا السنة من وتبعه طبيعة مرافعية في قولتي على ذلك لسال استعبابي من وافهم ما ذكر انه لا يتم اشتراط الشرط بيتا اضافة ببال الي يا الى النكاحية الى زوجية شرطات يوصل لنا بناء على انما كنايتان لوجود النيات كنايات مش شرطة شنتي نيتها نيتها بقى إجابة كفتيك إلي يا إلى النكاحية إلى زوجية والجديد قول الجديد إيه أبو شافعي رضي الله عنه أنه شان هذا لا يشترط الإشهاد في الرجعة يعني بيك ذكرى أفنن مشاهد وامن بيك أخوانية من الذكرية ما ويبرداب والذكرية ما يطلقين شاهد عن سري راكي قريك ناك من شما لأنها رجعت في حكم استدامة النكاح السابق عينيس حكم النكاح دوام النكاح بريده ايه والقديم المنصوص عليه والقديم المنصوص عليه في الجديد أيضا أنه يشترط أنه يشترط قلت ولا يشترط أنه يشترط لا لكونها في منزلة إبداء النكاح بل لظاهر قوله تعالى فامسكوهن بمعروفين أو فارقوهن بمعروفين وأشهدوا ذوي عدل من ديوان قديم تبكي تشف الرجعتين لأنها في حكم إتدامة النكاح السابقين تمام والقديم المنصوص عليه في الجديد أيضا تمام
والجديد انه لا يشترط الاشراط، والقديم القديم جاء المنصوص عليه في الجديد ايضا توقد الجديد دا شرطيتنا القديم لا يتمنى. نعم 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 نعم. والقديم المنصوص عليه في الجديد ايضا انه يشترط، ما قلت من اول جديد انه لا يشترط. بدقة تمام. والقديم المنصوص عليه، والقديم المنصوص عليه في الجديد ايضا انه يشترط لا لكون يمزت ابتدائي نكاح شرط يعني ايش ايضا هي لمي بجرى ايضا هي نا ايضا ام يك. والجديد انه لا يشترط الاشهاد فتصح بكنايتين ولا تقبل تعليقا ولا تحصل بفعل وطئ. السلام عليكم. والقديم المنصوص عليه في الجديد انه يشترط ايضا وكي قديمي وسايا. امنه وسايا. ليه؟ بلكي اتج غشبا. والقديم المنصوص عليه في الجديد ايضا انه يشترط انه يشترط لا لكون منزلة ابداء النكاح. والجديد انه لا يشترط الاشهاد. يعني والجديد قديم المنصوص عليه في الجديد ايضا الجديد انه يشترط يشترط لا لكون ايضا يطعم ايضا جبره به لا لكون منزلة ابداء النكاح. يعني جبرك دسبيكنا نجبرك بمنزلة باشتنگیچ نکاحی اکت باشتنگیچ نکاحی دا شاهد لازمه شرط بون درجعت دا شاهد شرطن نجبوی آوائی بل لزار قولی تعالی فامسکوهن بمعروف وفارقوهن بمعروف واشهدو زوای عدل منكم دا اشهاد على الامساك. يعني قوة روان دا سکناندر اشهاد آرنکن که جبو بسبه ونین ایتیام کرنه ومحضرة خرابيتك الذي هو أو إمساكا بمعنى رجعتي وعلى المفارقة يكون جابتو قطي أنجي ليس الشهادة بينك وهم شاب قطي مانا. ويجيب أبياء بطنع قديم جوابه يتزدن بقول جديدة بحمل ذلك على الاستحباب أب واشهدو إشهاد حمل سلم استحب شهاده نواجب ونشا بحمل ذلك على يعني كل فرق خدا قوتيه واشيلو زوايا عدل منكم هي مستحبتيه نواجبه ن امر يعني واجبه نينا امر دا واجبه الا ب شهاد نا امر استحبابيه امر وجوبي نينا بل چونكي فرقه كدنا بين الدوام ودنا بين ابتداء ده من دوام دوام را شاهد نلازم اما جبتدا را شاهد لازم مانه ايجا اللفظ امره جبو استحباب را بهيه زي كما في قوله تعالى واشهدو اذا تبايعتم وارش بيركي شكر شاهده شاهد اشخرا بقرد يعني كسب لهبنك مانه كما سنتي اذيا للامن من الجهودي يبو أميتيا جي إنكاري مم يبو إنكار شنا يعني فتصح رجعات صحيحة بكنايتين بلفظ كنايتي جي يعني شوف صراحة درست بو كنايتي جي كنايتي جي بناء على عدم الاشتراطي يعني شرطيتك يا إلا صراحتي تني نانا اشتراطا شاهدا كنايه على عدم الاشتراط يعني اشتراط شيء تصح بكنايتين اما بناء على عدم الاشتراط اشتراط شيء تصح بكنايتين نانا اظن اشتراط الشاهد يعني انا بعض اشتراط الشاهدات كنا مني هو دوام وجب صدق جان طب لك شاهدش كنايه فهمناك
وجدي انه لا يشترط الاشهاد وكشتي كنا شرطا اوامجا ووجدي انه لا يشترط الاشهاد معنا كنا شرطا فتصلح بكناية تمام كناية اجتباع بناء على عدم الاشتراط عدم اشتراط الشهادة يعني ولا تصح بها مع النية بناء على الاشتراط أيذكر الشرك ولا تصح بها مع النية بناء على الاشتراط قلت لي بنيتها ب وأجيبك الشهاد الشرط من شنك ما أقول سر قولي الشافعي الجديد شهادنا شرطا أجيبك الشهاد الشرط من بكنايتي نيتها بجناب نعم شما تشكي الشهاد جنيتي فعمناكي كي لأن الشهود لا يطلعون على النية آه خش الشهاد مطلعين لسر نيتي نابن جبوبي نعم أجيبك بكنايتي دا الشهاد الشرط من نعم نعم شنتي نيتنا بني من من فرعي من فالصحو الرجعة بغير العربية كل ما نجد بها من من وقيل من لا لا وديك كده وديك بغير الدفز العربي بيها بزمان كده النظر من وقيل قلت إن أحسن العربية لم تصح بغيرها وإلا صحت بها أي عربي نظام بنصيب عربي نظام بصيب. مين؟ بس هذا نعم. ها تمام. سالس سكنين رب رب رب. السلام عليكم الله وخيرك سيا. ويانا ويانا.